ايوه يلا تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده الخميس يا جماعه، بكره الجمعه، عندنا كل التشكيلات الجميله دي، ودعولي كده ان السمك يحن شويه، اعمل لكم عرض ان شاء الله. احنا عندنا اسعار جميله، اللي يجي ما يخافش، الاسعار بتاعنا حلوه الايام دي وجميله، وعندنا سمك نوع بسم الله ما شاء الله، عندنا الحبتين، عندنا الثلاثه، عندنا الأربعة، عندنا اللي انتوا عايزين كل حاجة كده. ده شديته والله يا جماعة، ده حبت وشربات وحالهم اتقلعوا ما شاء الله. سمكة سمينة وأخلاق دلوقتي ما شاء الله تبارك الله عليها. وطبعا عندي برضو سمك رول حاجة كده، بصراحة ربنا قالي ما شفت السمك بالشكل ده، حاجة كده أنا شارية منه امبارح، حاجة كده حاجة كده بتنور يعني، حاجة كده حلوة جميلة بسم الله ما شاء الله عليها اهو. وده برضه زيته اهو، اهو والله ده زيته يا جماعة اهو ما شاء الله تبارك الله عليه، حاجة كده فوق الوصف، وألف أنا وصحة. والأسعار عندنا حلوة يا جماعة، أسعار عندنا حلوة يعني حنت شوية الحمد لله. واحنا لما السمك بيبقى رخيص بنبيع رخيص، أما بيبقى غالي بنبيع يعني غصب عننا، لكن احنا عندنا الأسعار متاحة الأيام دي، واللي عايز يجي ياخد من عندي الاسعار حلوه وزي الفل. وطبعا انا هاخد لكم واحده من الحبتين، طبعا انا جوزن كده اهو، يعني الحبه دي نص كيلو تقريبا اهي. طبعا انا اختي اهو، انا اختي قبل القطعه يا ابني، هات اللي بتاع البيضه اللي جوه اللي متعلقه ده، شايفين ايه الجمال ده، الحلاوه دي على الخوف والطعامه والحلاوه، اهي الدهن ده شايفين الدهن، افتحي كده بالصلاه على النبي افتحي الدهن من قبل ما افتح العلبه دي، راح المحل وانا صورت لك فيديو افتح. طبعا بقى انا هصور بس يعني هجرب ناخد السمكه عشان الفيديو ما يطولش، تعالى بالسكينه عشان الموصي بقى. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه السنه الهجريه يا رب يجعلها سنه حلوه، يا رب يجعلها سنة حلوة علينا كلنا يا رب يا رب. واسعدكم يا ولاد قلب، واشوفكم اسعد الناس، ويشفيني يا رب، اشفيني في جهنم، مش طالبة من ربنا، ربنا يشفيني والله، لان بقى لي اسبوع ما عملتش. شايفين اهدى سمكة، اهدى اهدى حاجة كده فوق الوصف، تسلم ايدي اللي يعمله، وكل السمك اللي عندي بالمنظر ده، وتسلم ايدي اللي بيعمله. وكمان الحدوق جميل يعني، الحدوق دلع على فكرة، ده اللي مش حلو. انا هدوق اهو، الله الله على الشعرة، زي اللي بقول لك يعني زي الطبخة الطبخة المظبوطة. شايفين الدهن اللي فيه، حاجة كده جميلة، انا وعافية على اللي ياكلها، ويا رب يجعلها بالهنا والعافية عليك يا استاذ. ده من محلة وطلبني دلوقتي، قلت له انا يا جماعة بوصل اللي يطلبني، واقول له ابعت لي فلوس فودافون كاش ما يخافش. يا جماعه احنا محل محترم يعني، تبعته بقلب جامد. انا بس ببعت الفودافون كاش ده لما بيكون الاماكن مثلا مش قادره اوصل، فاني مثلا واحده طلبتني من دمياط اقول لها ابعت لي فلوس فودافون كاش، لان انا اتلدعت قبل كده يعني انا ده لسه ما حوليش. بس انا برضو يعني البني ادم بيبقى ثقه بقى، بس انا لا بقول له ابعت لي فلوس فودافون كاش. وطبعا السمك بتاعنا اهو، وهتشوفوا منظر السمكه وهي طالعه، حاجه كده والله تشتهي الانفس تاكلها، سمكه حلوه نسيره وسمينه وفي نفس الوقت سايحه. يعني بتيجي واحده تقول لي بنتي عايزاها نسيره، احنا عايزينها نسيره يا جماعه، والله ما في فسيخه بفتحها لما تبقى نسيره يعني، دي هي ما شاء الله اهي، هنا وعافيه على اللي هياكلها، يا رب يجعلها كده هنا وعافية عليه، وعلى ياكل من عندي نظافة، والله نظافة فوق الوصف، نظافة وريحة وطعامة وكل حاجة حلوة، وإيدي نظيفة، إيدي كلها مية وملح يعني ما تقرفوش منه، إيدي مية وملح متعقمة بكلام الدكتور اللي قاله، لأن أنا إيدي كلها تعقيم، لأن الجواد دي ما بقدرش أستعمله. شايفين دي الشريحة بتاعتها هي ما شاء الله، ألف من صحة وعافية وعافية عليك يا أستاذ، اللي هتاكلها
انا طبعا انا عملت محل كتير، بس انا بقى اقول يعني كل دي بطنها. شوف يا احمد دي بطنها ما شاء الله اهدى حاجه فوق الوصف. بصوا بقى انا افتح لكم واحده اهي، دي مش صغيره، دي من الاربعه او سبع حبات 2 كيلو. هوريكم برضو السمنيه اللي فيها وحلاوات وجمال وطعمات. اهي انا مش بفتح عشان اختار الاستاذ، لا انا هحط له اربعه وحدات مكتوبة. بس حبيت اوريكم دي برضو. اهدى اهدى يا حلاوتك يا جمالك يا يا طعمتك يا ربنا يهديك يا بصوا لو احمد بس يستديم شويه يعني يجي لي المحل شويه بدري اجي اجدع. شايفين ميك اب رباني؟ دي ميك اب. انت انا نسيت الميك اب الرباني. شايفين بقى الميك اب الرباني ده؟ انا دقني بقى دي، لان دي بتاعتي انا لسه ما بتسانيه حاجه كده. هي دلع مش حل، دلع يعني اللي عايزه ياخدها يترش على الملح وتاكل. ما شاء الله عليك، انا وعافيه وصحه اللي هياكلها، ويا رب يجعلها بالهنا والعافيه. احنا في سخان البحار نبروق امام مدرسه الصنايع، مالناش فروق اخرى. شايفينه يا جماعه عشان الفيديو بس ما يتورش. وطبعا بحط في العلبه وبحط له ازاي في الاخر برضه اوريكم. احنا محلنا نضيف وحتتنا نضيفه، وروحوا احنا المحل بتاعنا اهو قدام مدرسه الصنايع اللي هي محطوطه قدام الباب يا جماعه، وعلى رقم تليفوني. واللي يجي يرن يجي عندي في المحل الكبير يرن على الرقم اللي على اللي عجبته من بره في الشارع، مش اللي عجبته الثاني عشان ما حدش يكون طيب. انا حاطه لكم رقم تليفوني اهو. واللي على اليافطه بره كخ 3 3 ما بتردوش 010 3 3 2 7 0 7 4 4. انا صورت لهم الرقم في الفيديو اصلا. وربنا يا رب كده يجعله بالهنا والعافيه عليكم. احنا بصوا عندنا الفسيخ الايام دي اسعاره حلوه ومرتاحه عن الاول، وطبعا يعني ما بينزل والله يا جماعه بننزله. احنا الغلا بس ان ما بيبقى غالي غصب عننا، يعني ما بقى شدي معاكم والله غالي والله، انما ما بيبقى محنين بقول لكم خد. ويلا ربنا يجعله بالهنا والعافيه. واللي عايزني تصلحت تبقى ايه، اللي عايزني يطلبني وعندي توصيل لاي بلد اللي بقدر اعمله بعمله. انا بعد دمياط اي بلد في الموقف، واللي اقول له بعت لكم فودافون كاش يا جماعه ما تخافوش، احنا محل محترم موثوق فيه. لكن انا اخاف من حد يطلبني وابعت له الحاجه وما يدانيش، لكن احنا محل محترم مش هنضحك على حد. ومحلنا معروف هو فين، ولو احنا يعني خدنا حاجه من حد ما محلنا ثابت يعني محدش من اي فيه. حاجه طلعت في الفسيخ تطلبوني بصوا تعملوا اللي انتوا عايزينه كله، لان احنا فسيخنا جميل وعلى صدق. وخلاص بس ادعوا لي بالله عليكم كلكم بالشفاء ان ربنا مش عني، لان اليومين دول تعبانه قوي 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 قوي. والحمد لله واقفين وراضيين والحمد لله. ويلا اقول لكم بقى اهي سلام.